أيها السادة والسيدات، إن هذا الملتقى التكويني يأتي تجسيداً للأوامر السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني بالعمل على الرفع من الكفاءة الإدارية لمختلف القطاعات الحكومية، وهو ما يقتضي منا تكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة القطاعية لضمان سيرها وفق رؤية منضبطة. ونحن نتوخى من هذا الملتقى التكويني الوصول إلى مجموعة من الأهداف، من أبرزها: 1- إطلاع المديرين الجهويين على حصيلة عمل القطاع للسنتي 2020-2021 وآفاق وخطط العمل لسنة 2022. 2- تحسين خبرة المديرين الجهويين في مجالات التسيير الإداري والمالي. 3- السعي للاستفادة من الأدوات المعلوماتية في تطوير وتسريع العمل الإداري. 4- تحقيق التكامل ما بين عمل القطاع المركزي وعمله الجهوي.